أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من بيستيك توكس. في هذه الحلقة غادي نهضروا على واحد الموضوع، موضوع الساعة اللي هو موروكو تيك. 14 يناير تم الإعلان على العلامة التجارية المغربية أو المبادرة موروكو تيك، للهدف ديالها هي النهوض بالعالم التقنية والمقاولات التقنية في المغرب وإعطائها واحد إشعاع عالمي. غادي نتعرفوا مجموعين على موروكو تيك مع ضيف الحلقة زوهير الخديسي. غادي نحاول نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة: شنو هو موروكو تيك، شنو الهدف ديالو، علاش، كيفاش بدا، وأكثر من هادشي غادي نعرفوا الكواليس. وأيضا ما ننساوش أننا نطرحوا على ضيف الحلقة زوهير الخديسي واحد العدد من الأسئلة وواحد العدد من المعاتبات اللي كانت من طرف المجتمع المقاولاتي والتقني. ضيف الحلقة هو زوهير الخديسي. زوهير الخديسي مستثمر ومقاول مسير لشركات ديال تكنولوجيز، وايضا عضو في لابي بي اللي هي فيديراسيون دي تكنولوجي دو لانفورماسيون دو تيليكومونيكاسيون اي دو لوفشورين. مرحبا بك سي زهير، شكرا على قبولي الدعوه ديال البرنامج. شكرا جزيلا سي سفيان على الاستضافه. صراحه الحاجه الصفة اللي غادي نهضر معك فيها اليوم اللي هي صفتك عضو في لاب بي بي، واللي هي كانت من المنظمات اللي كانوا فعالين في موروكو تيك في الانطلاقه ديال موروكو تيك. بغيت نعرف الاول اشنو هي لاب بي بي. لاب بي بي سيت اون اسوسياسيون، يعني هي جمعيه ديال الشركات اللي كتخدم في المجالات التكنولوجيه بشكل عام، وفيها شركات ناشئه دي ستارت اب، فيها شركات كبار من بينهم شركات بحال الاتصالات، من بينهم شركات بحال شركات اللي كيديروا الاوفشورين بحال كاب جيميني، اتوس، اكسنتور الى اخره. فيها شركات اللي متوسطه اللي كتعمل في مجالات مختلفه، كاين اللي كيدير الاستشاره، كاين اللي كيدير التكوين، كاين اللي كيدير البرمجه، كاين اللي كيدير الانتيغراسيون دو سوليوشن. دونك هي مجموعه شركات، هي الا بغينا نقولوا هي الفيدراليه التي تمثل اللي كتمثل الشركات اللي كتكنولوجيا في المغرب. دونك هي هذه لا بي بي جمعية مؤسسة هذه أكثر من ربما واحد أكثر من 30 عام، وعندها إلى ما نقوله مكتب اللي كيتم إلى ما نقول الجديد ديالو كل عامين. في صراحة حاليا نيت كاين مرحلة ابتداء من الأسبوع القادم ديال الجديد ديال أو ابتداء من الشهر القادم بالضبط ديال الجديد المكتب ديال الجمعية والهيئات ديالها. فهذه هي الجمعية، وهذه الجمعية باش نوضح واحد النقطة بالنسبة لموروكو تيك، الجمعية قامت بواحد المبادرة هذه أكثر من واحد المجموعة من الأشهر باش تحاول تجمع جمعيات واحدة أخرى، دونك من بينهم لا سي جي او ام ولوزيم. وكان واحد التوجه القطاع العام يعني الدولة باش الهدف ديالو هو أن يكون واحد المبادرة وطنية في المجال ديال التكنولوجيات الحديثة وفي المجال ديال الديجيتال، اللي غتقد تعاون الشركات ماشي فقط غير بالهضرة، ولكن حتى ربما من جوانب مادية استثمارية عملية قانونية وتسويقية، باش هاد الشركات المغربية ما تبقاش غير في المغرب ولكن تمشي يعني تطور المنتوج ديالها وتطور العرض ديالها باش يمشي خارج العالم، خارج المغرب. الوغ نقدروا نقولوا باللي لابي بي كانت هي ديك الشراره الاولى للموروكو تيك ولا الموفمون ديال موروكو تيك. وهو شوف، ما الهدف دابا في الوقت الحالي ماشي هو نقولوا شكون اللي كانت الشراره وشكون اللي بقى الشراره. الهدف هو اننا نقولوا بان هذا موروكو تيك ماشي حكر اولا على الناس اللي خدموا عليه. دابا احنا في البدايه باش نكون واضحين، البدايه كانت باطلاق العلامه التجاريه او العلامه اللي غتحمل هاد الشركات للخارج، ولكن هذه بدايه. يعني اي طرف اللي عنده علاقه بالديجيتال في المغرب، اي جمعيه اللي عندها اهتمام بالديجيتال، راه ممكن انها تاخذ هاد المبادره وتعاون فيها وتعطي فيها في الاشهر القادمه. لان انا كيف قلت دابا هذه مرحله اولى، الهدف منها هو ان المغرب تكون عنده بعدا واحد الهويه واضحه. دابا المغرب معروف في العالم اننا كان
وجهه سياحيه، معروف اننا كنا كتعرفوا شويه في المجال ديال السيارات، كنا معروفين بالماكله ديالنا، ولكن في المجال التكنولوجي ما معروفينش بزاف. يعني انت غير كتمشي لشي معرض كبير ولا كتلقى مع شي مستثمر ولا مع شي شركه كبيره برا من المغرب، كتلقى دائما هذاك المشكل ديال اياه المغرب كنعرفوا، ولكن ما كنعرفش بان كدار التكنولوجيا في المغرب. فالهدف الاول هو بعد ان كل شيء يتجمع يعني حول نفس الاسم، نفس العلامه، ونحاولوا اننا من هذه العلامه نكون واحد المجموعه من الاشياء اللي غتعاون الشركات، لان في التالي المهم في هذا الشيء كامل ماشي هو شكون اللي بدا وشكون اللي كمل وشكون اللي، المهم هو في التالي هذا الشيء الناس يستافدوا منه، يعني وي شركات ناس يستافدوا منه وناس مقاولين شباب يربحوا، وان المغرب في التالي يبان على المستوى العالمي في مجال التكنولوجيا. هذا هو اكيد 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 سي زهير، الهدف كي قلتي راه باين، انا فقط كنحاول نسلط شويه الصوره على البدايه، بنحاول نفهموا كيفاش جات موروكوتيك، كيفاش تكونات، كيفاش تخرجت للوجود، باش نقدروا اننا نكملوا اونصومبل فيها كما قلتي. الو السؤال انا نقول لك بكل بساطه باش ما تماش هربت من الجواب. بكل بساطه كان اول مبادره كانت واحد يعني امباكت سميتو لو باكت ماركو ديجيتال، او يعني واحد النوع من اتفاق المغرب الرقمي اللي كان كيجمع واحد مؤسسات مختلفه اللي بينهم لا بي دي لوزيم ولا سي جي او ام باردون ولا ليكوسيستيم ديال لي ستارت اب ولا سي جي او ام. الفكره كانت في الاساس هو ان هذا الباكت هذا غي يتقدم، وبالفعل تقدم الوزاره الماليه ديك الساعه كل من الانتخابات في المغرب، وتم التوافق عليه بواحد الشكل معين. من بعد داكشي دارت واحد الخدمه مع الوزاره، يعني واحد الفريق اللي عمل تكون مجموعه من الفاعلين اللي كان الهدف ديالها هو اننا نخرجوا بواحد اتفاق تشارك او كونتر بروغرام، اتفاق برنامج. هاد الشراكه كان الهدف هو اننا نخرجوا منها بواحد المجموعه من الاهداف. بيان قبل ما نوصلوا لمرحله الاهداف شفنا شنو كان دار في المغرب من قبل، المبادرات كاملين اللي كانوا داروا في المغرب من قبل، لي بلون اللي كانوا داروا، الخطط اللي كانت دارت في المغرب، شنو اللي نجح فيها شنو اللي ما نجحش فيها. دونك دارت واحد يعني دراسه ديال داكشي اللي دار من قبل، شفنا شنو الواقع دابا، درنا واحد البنش مارك على شنو دار في دول واحده اخرى اللي سبقتنا في هذه المسائل هذه، وحاولنا اننا نشوفوا من هذا الشيء كيفاش نقدروا نخرجوا استراتيجيه واضحه. ففي هذه الاستراتيجيه كانت اول نقطه الاساسيه هو ان المغرب ما معروفش في المجال التكنولوجي، ما معروفش. يعني بين المسائل اللي تعاودت بزاف وان المغرب شويه بدا يتعرف له في شورين المجال ديال تحميل الخدمات، يعني لي سونتر دابيل من جهه او لي ديفلوبمون اوف شور ايتترا، ولكن ما كانش معروف في المجال التكنولوجي كدوله اللي كتقدر تنتج التكنولوجيا، رغم ان بزاف الحاجات كدار في المغرب. يعني بحال دابا ربما الناس ما كيعرفوش المساله هذه، ولكن جزء مهم، واحد لابيس مهمه من تسلا، السيارات ديال تسلا كتصنع في المغرب، كتصنع في شركه اس تي ميكرو الكترونيكس في المغرب. هذه مساله ربما بزاف الناس ما كيعرفوهاش، ربما بزاف الناس ما كيعرفوش بان واحد الجزء من لينوفاسيون او مركز كبير ديال لينوفاسيون ديال اي بي ام، شركه اي بي ام موجود في المغرب. الناس ربما ما كيعرفوش بان كاين شركات في المغرب اللي كتطور واحد البرامج في المجال ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتستعمل في الوقت الحالي، كتستعمل في انظمه مختلفه في اوروبا. دونك هاد المعلومات هذه اولا خصها تتعرف، هذا اولا هادشي اللي كيوقع خصو يتعرف. ثانيا الحاجه اللي ما معروفاش اللي الشركات اللي كدير اشياء او عندها قدرات وعندها مواهب وعندها كفاءات خصها تولي كتبان في الخارج، يعني النهار اللي غيكون ايفينمون كبير او حدث كبير في المجال ديال الرقميه او ديال التكنولوجيا ضروري يكون المغرب حاضر بقوه فيه، ويكون ممثل باحسن الشركات اللي يمكن لها تبين شنو قادين عليه حنا في المغرب في هذا المجال. فهذه كانت اولا يعني الجانب الاول. والجوانب الاخرى اللي بيان سور غيجيو في الاسابيع والاشهر القادمه شنو هي ان باش هذه المعاونه تكون من غير المنطق التسويقي، كاين المنطق اللي عنده علاقه بالابداع، كيفاش نشجعوا الابداع والابتكار، كيفاش نشجعوا الاستثمار، كيفاش نشجعوا خلق المقاوله الى اخره. هذو مسائل في الاخر اللي ربما غنطرقوا عليها من بعد. وي عندي بعض الاسئله في هذا السياق، ولكن قبل لا ندخل لهذ الاسئله بغيت نبقى في البدايه، وبغيت نعرف علاش هذا التوقيت بالضبط،
علاش صفنا موروكوتيك اللونسمون ديال 14 يناير؟ واش حيت بداية العام؟ حيت كنت تعرف الظروف الحالية اعتقادي ما كانش ظروف مناسبة فاش انا تنصح هذا بحال هكا في هذا الوقت. اش كيبان لك في هذه القضية؟ لا هو شوف انا نقول لك واحد القضيه، هو بيان سور ربما نقدم نقول بان الظروف ما كانتش ملائمه، ولكن راه ما عرفنا بان ما كانت ملائمه حتى ربما حتى بدا التهيئ والتحضير وهذا الحدث، لان الحدث ما كيتحضرش في نص نهار، راه مده ديال على الاقل شهرين ديال التحضير اللي كتكون قبل من الحدث. فالساعه اللي كانت التحضير ربما ما كانش هذه الظروف هذه. كان جانب انا اللي نقدر نقول هو انه كان جانب اللي ربما ولا شويه اساسي. شنو هو؟ ان من بعد كوفيد ولينا اكتشفنا بانه هذا الشيء ديال الرقمنه وديال التكنولوجيا راه ما بقاش مسائل اللي غنخليوها كاخر الاولويات. ثانيا جاء ربما التقرير ديال اللجنه ديال النموذج التنموي اللي زاد اكد بانه الديجيتال هو يعني اكس اساسي او محور اساسي في التحول ديال المجتمع وفي التطوير ديالو. جاوا مجموعه من التقارير واحده اخرى. اللي وقع هو ان ما بقاش، الا بغينا نقولوا ما بقاش ان اللي وقع واحد اخر هو انه بزاف ديال الدول تلقوا استراتيجيات ديالهم وتلقوا العلامات ديالهم، من بينهم دول اللي قريبه منا، من بينهم الاردن، من بينهم الامارات، من بينهم رواندا، من بينهم. فما يمكنلكش تبقى انت تتنا حتى يدوز بين قوسين الركب وحتى المسائل هذا وعاد سميتو. دونك كان من الضروري انا في نظري انه ما نتعطلوش بزاف. إيه جات ظروف اللي ربما جعلت حتى أنه بين قوسين الحدث ما تقدش يدار، أو لما كانش يمكن أنه كل شيء يحضر بالضرورة لأنه بسبب هاد الظروف اللي كانت. ثانيا ما كانش يمكن أن الحدث يدار بيانسيو من ناحية يعني حضوري بشكل حضوري، فاضطرينا أنه تقريبا جزء كبير منه يدار أو الحدث يدار بشكل يعني على شكل حدث أونلاين. ولكن شنو نقول لك، يعني ما عندناش دابا حتى الرؤيه واضحه على شنو غيوقع، واش هادشي واش الحدود فاش غيتفتحوا، فوقاش هاد لي كونترينت او هاد الاجراءات الاحترازيه غتوقف فوقاش. فيمكنش نبقاو نتسناو، ما عارفينش واش هادشي غياخذ شهر شهرين ثلاث شهور عام عامين، فهمتيني؟ فانا كنظن كان الافضل انه يبدا هاد لوبيراسيون من بعد. راه هذا ماشي هو الحدث المهم، هذا حدث كيتلاقى الدفعة الأولى أو ريم على المستوى الماركتينغ سيتريفيل، يعني هي الانطلاقة الأولى وراه غيتبعوه بزاف ديال الأحداث وبزاف ديال المبادرات. هذا فقط، إذا ربما إن شاء الله الأحداث الأخرى اللي غيجيو أو المبادرات الأخرى اللي غيجيو غيكون إمكانية لأنهم يداروا بواحد الشكل ربما واحد آخر على باش ما تكونش المشكل جايح. ولكن أنا في نظري والله أعلم، أنا زعما كنظن بأنه ما كانش تسرع وإنما ربما ما كانش خصنا نتعطلوا أكثر، لأن بالتالي راه المساله متعلقه حتى غير كتكون فواحد السوق. دابا كنهضر من البيزنس، غير كتكون فواحد السوق يعني الفرص عندها واحد النافذه ديال 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 الامكانيات، يعني انك تستغل انت كتسمى لا فونيتر دو اوبورتونيتي، ما يمكنلكش ولا اوبورتونيتي ويندو، ما يمكنلكش تبقى كتسنى وتقول سميتو الفرصه. راه عندك منافسين، راه ماشي حنا بوحدنا في السوق، عندنا منافسه على مستوى ديال الكفاءات، يعني كاين كفاءات اللي الناس كيتقاتلوا باش يجيبوهم عندهم، كاين الناس كيتقاتلوا باش يحافظوا على الكفاءات اللي عندهم، كاين تنافس على مستوى الاسواق، دونك كاين بزاف الناس اللي ولاو كي هذا، وكاين تنافس على مستوى الحلول او المنتوجات او الخدمات اللي يمكن لك تقدمهم. فممكنكش تبقى تسنى الا بغينا نقولوا بزاف، وإلا غتقد هذاك الفرصة اللي عندك أو الباب اللي مفتوح اللي يمكن يسمح لك أنك تبوزيشون أو تحط راسك في الرادارات على المستوى العالمي. هو الفكرة بشكل عام باش نعود نعطي واحد الفكرة واضحة، دابا إلى شي واحد في المجال ديال الأوتوموبيل، في المجال ديال السيارات، بغى يدبر على ممولين ديالو، يعني دي فورنيسور ديالو، دائما غيفكر بأن راه كاين المغرب وسط واحد الخمسة البلدان، كاين المغرب، موجود المغرب. فالفكرة هو نفس الشيء في المجال ديال الديجيتال، إلا بغيت نعطي التصوير وإن كان ماشي بنفس الشيء، يعني شي واحد اللي غيفكر غدا أنه يدير واحد الحل تكنولوجي، شركة كبيرة بغات دير حل تكنولوجي، تفكر بأن من بين إلا بغينا نقولوا الممولين اللي تقدر تلقى، ممولين في المغرب، بحال كيف دابا كيفكروا في الهند، بحال كيفكروا في مصر، خصهم يفكروا في أو كيفكروا في
في باكستان كمثال خصهم يفكروا في المغرب. اكيد سي زوير، وعطيتني واحد الترانزيسيون مزيانه هنايا للسؤال الجاي ديالي. كما تعرفوا كانك بانك سي او ديال تكنولوجيز مقاول في الايكو سيستيم الماروكان، كاين واحد العدد ديال الاشكالات. اي واحد كيكون عنده مقاوله في المغرب كيلقى واحد العدد الاشكالات، لا في التموين، لا في مثلا في تصدير لو سيرفيس ديالو، ولا في واحد العدد ديال الاشكالات كاينين في الايكو سيستيم الماروكان. واش موروكوتك ما كما قلتي هي فقط مبادره، ولكن واش كاين شي رؤيه لهذا تسهيل هذه المشاكل اللي كاينين، مشاكل مع لي بونك، مشاكل مع فيما مشيتي في اي اتجاه كتلقى تي بروبليم، واش كاين شي نظره تسهيل وتيسير الامور للمقاولين؟ هو شوف، قبل ما تكون هي مبادره وعلامه وهذا، راه كانت اصلا باش نوضح هذه المساله هذه، لان ربما الناس ما يمكن كاين الناس اللي فهموا كاين الناس اللي ما فهموش. هو هذه راه مرحله اولى، هو البرنامج بشكل عام، وان كان برنامج اللي خصو يتطور بشكل الى ما نقولوا مرن مع الوقت، ولكن البرنامج بشكل عام ما كانش الهدف ديالو هو فقط اطلاق العلامه. اطلاق العلامه هو جزء من البرنامج متكامل. اللي شنو هو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو هو ان غدا غنعاود ناكد غدا خصنا اي منتوج مبتكر في المغرب، اي مقاوله ناشئه واعده عندها منتوج اللي مبدع، يمكن لها ان نعاونوها باش اولا باش تطور في المغرب، وثانيا باش تلقى الاسواق ديالها برا. هذا هو الهدف. فهاد الشيء كان باش نعطيكم زعما غير فكره عامه، وان كان انا ما يمكنليش زعما ندخل في التفاصيل بشكل يعني مدقق، ولكن الفكره بشكل عام هو ان كاين مبادرات اللي عندها علاقه بالتمويل. اولا دونك المجال ديال التمويل كاين فيه نقص، كاين شركات اللي ما كتلقاش. كنقول التمويل اولا الشركات الناشئه، دونك لي ستارت اب بيان سور، كاين اشياء اللي ولات كدار دابا، ولكن الفكره هو انه يتزادوا يكونوا دي فون يعني موارد اكثر اللي غيسمحوا لهاد الشركات الناشئه انها تلقى الموارد باش تقد تشد الفكره ديالها او المشروع ديالها وتحولوا الى منتوج اللي سميتو. وبيان سور هادشي غيكون موجه للشركات القادره على التصدير، ما كنهضروش على الشركات اللي غدير منتوج للمغرب، حنا كنهضروا على الشركات اللي من الاول عندها منتوج اللي غيمشي للسوق العالميه. ثاني حاجه هي المسائل اللي متعلقه بالتكوين، يعني الجانب ديال لي طالون، كيفاش يمكننا ان نكون واحد العدد كافي من المطورين، من المبرمجين، من الناس المتخصصين في المجالات ديال الذكاء الاصطناعي، ديال البيانات، ديال الامن المعلوماتي الى اخره، اللي غيقدوا انهم يالمونطيو هذوك الشركات الناشئه، ويالمونطيو هذاك الى بغينا نقولوا داك الشركات، وان كان ماشي ناشئه، الشركات التكنولوجيه اللي غتخدم في هذا المجال. ثالث حاجه اللي مهمه في هذا المجال هو المسائل اللي متعلقه انا قبيله هضرت على التمويل باش ناكد، راه ماشي التمويل فقط الشركات الناشئه، حتى الا كانت شركه اللي موجوده وعندها مشروع مبتكر، يقد هاد الاجراءات تساهم انها تمول جزء من المشروع. ولكن كتقصد الشركات اللي كتخدم في التقنيه ديجيتال؟ كنهضروا على حيت دابا هاد الفيزيون هذه عندها علاقه بالتكنولوجي والديجيتال، ما عندهاش علاقه بالمجالات الاخرى باش نكون واضحين. أوكي. يعني حنا كنهضروا كاين مبادرات واحده اخرى، وهذه مساله متعلقه بقطاعات واحده اخرى اللي هذيك عاوتاني كنهضروا فيها. حنا كنهضروا على الشركات اللي متعلقه بالمجال ديال التكنولوجيا بالديجيتال الى اخره، وبيان سور كنهضروا على واحد الشركات اللي عندها مشاريع مبتكره وكتموجهه للسوق العالميه ماشي موجهه للمغرب، باش نكون واضحين. لان اذا كان الانسان غيصنع مشروع منتوج للمغرب فمزيان زعما مساله ايجابيه، ولكن ماشي هذا هو الكادر ديال لا فيزيون موروكوتيك. لا فيزيون موروكوتيك الهدف ديالها هو اننا ديالو نقدروا نشجعوا منتوج اللي من المغرب انه يتطور في المغرب باش يمشي للخارج. ما تنساوش واحد القضيه، وهذه خصنا نقتنعوا بها كمقاولين كاصحاب افكار كاصحاب مشاريع، وان المغرب راه سوق صغير. يعني بالنسبه للوقت بقينا كنضيعوا الوقت في المغرب وكنقولوا بان المغرب خصو يقتنع بان السوق الوطني السوق الداخلي السوق كيبقى بشكل او باخر صغير، ماشي معناه انه غير 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 موجود، ولكن سوق اللي كشركه ناشئه اللي بغات تمشي بعيد تقد تبدا منه، ولكن ما يمكنلاش تبقى فيه الا بغات تتطور. وهذه خصها قناعه وضيور حتى الى لاحظتي، وربما
مبين دابا العوامل اللي كيتستعملوا او المعايير اللي ولاو كيتستعملوا من طرف المستثمرين في المجال التكنولوجي هو ان خص يكون سكيل، يعني القدره ديال الشركه انها تمشي بعيد على المستوى العالمي. دونك هذه خصنا نقتنعوا بها. المغرب بلد صغير، ربما احنا ما عارفينش هذه القضيه هذه، حسبنا باننا حنا كنبقاو بلد صغير، يعني خصنا نقارنوا راسنا مع دول اللي اصلا السوق المحليه ما فيهاش كبير. حنا دابا المشكله وانا جايين بين 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 طرفين، يعني حنا ماشي صغار بزاف بحال الاردن ولا بحال تونس ولا بحال لبنان، اللي اصلا هادو دابا كنهضروا على السواق اللي قريبه منا اللي ما كيفكروش في السوق الداخلي. دائما في الاول من الاول كيبداو ان الا كان عنده شي واحد شي مشروع كيفكر في السوق يعني جهوي، ما كيفكرش في الدوله الداخليه، لان عارفين ما كاينش سوق محلي. وحنا ماشي بنفس لاطاي ديال الدول بحال مصر بحال نيجيريا اللي السوق الداخلي سوق كبير اللي غيسمح لنا. دونك هذا غير واحد التوضيح بغيت نوضحه. دونك حنا كنهضروا على شركات ناشئه او شركات تكنولوجيا موجوده اللي عندها مشروع مبتكر واللي محتاجه التمويل او هذا. دونك كاين الجانب اللي هو التمويل، كاين الجانب ديال الموارد، يعني الموارد البشريه، كاين جوانب اللي عندها علاقه بالمنظومه القانونيه يعني سميتو، وكاين جوانب عندها علاقه بشكل عام بتشجيع المقاول. دونك هادو هما المنظومه القانونيه فيها جانبين، فيها المنظومه القانونيه من ناحيه ديال انها تسهل، كيفاش انه يمكن ان المنظومه القانونيه تسهل واحد المجموعه من الاجراءات بالنسبه للحامل المشروع او بالنسبه للمستثمر، والمنظومه القانونيه من الجانب حتى ديال الوصول الى بغينا نقولوا الاسواق المحليه، يعني المسائل اللي تتعلق بالمارشي بوبليك والوف ديال الطلب ديال الدوله الى اخره، بالنسبه للشركات اللي عندها منتوجات اللي موجهه ربما للطلب الداخلي. فهذه زعما غير فكره عامه شنو هما النوع ديال سميتو ديال الاجراءات اللي غتكون داخل هذه المبادره. كيف قلت خص الناس يفهموا واحد المساله، انه اطلاق المبادره يعني المبادره ماشي هي هذاك الحدث، هذاك الحدث هو فقط بدايه باش نعلموا الناس بين قوسين، خاصنا على المستوى العالمي بان كاين شي حاجه في المغرب، كاين علامه تجاريه، كاين واحد العمل اللي غيدار ان شاء الله من بعد. بيان سور كاين واحد الهدف حتى هو اللي ربما يقد يكون بشكل غير مباشر قد يكون حتى هو مهم، هو ان تجيب شركات الكبار باش يحطوا يعني الا بغينا نقولوا مراكز تكنولوجيا او مراكز بحث في المغرب. يعني احنا ما كرهناش انه في المغرب يكون عندنا مراكز بحث ديال جوجل ولا ديال امازون ولا ديال وقت هذاك. المهم ماشي هو جنسيه الشركه بقدر ما هو خلق القيمه داخل السوق المغربي. كما قلتي المهم وي كما قلتي بان هذا النيبر موروكوتيك فهو ماشي حكر على واحد البلاصه، وانما يقدر يكون مفتوح للجميع لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. الهدف ديالو ان تكون المشروع يكون محدث وسط المغرب وكيوصل لاي قنت اخر خارج العالم. دابا فاش كنتي كتقول لي سي زهير الاشكال ولا الطرق ولا الاشياء اللي غتركزوا عليها كلنا في موروكوتيك، كنت كنتسنى واحد الحاجه نسمى واحد النقطه اللي هي الحق الوصول للمعلومه او المعلومه اللي تنت كما كنعرفوا دابا بلي لا حكوميا لا الدوله لا بعض الجهات تاع لي سيكتور بريفي محتكره المعلومه وما كتعطيش لاكسي المعلومه، وبالتالي تلقاو بزاف المقاولين في الديجيتال انهم يخدموا حوايج لفائده المواطنين. واش هذا الحق الوصول للمعلومه نقطه من النقاط اللي غادي يكونوا في موروكوتيك زعما تركزوا عليهم في موروكوتيك؟ هو هذا داخل في الجانب اللي كيف قلت القانوني او الريغلومونتير، الجانب اللي عنده علاقه بالقوانين. أوكي. هو الفكره العام هو ان القوانين كاين مجموعه من الاقتراحات، بيشور هادشي مازال قيد اشياء اللي مازال قيد الدراسه، اشياء اخرى اللي افوصت. انا نعطي مثال مسائل ربما الناس ما شافوهاش ولكن راه ديجا وقعت وداخله في هذا المشروع، انه الشركات الناشئه دابا في المغرب يمكن لها انها تكون عندها اكثر من مليون حتى المليون ديال الدرهم ديال الاداء بالعمله الصعبه. هذه مساله اللي تطرات في هذا ما عرفتش واش سمعتي عليها، ولكن صندوق الاوفيس دي شونج يعني مكتب الصرف قررها في بدايه هذه من بين المسائل اللي كانت في الليست، مجموعه من المطالب اللي كانت داخله في
فهاد الا بغينا نقول في الجانب القانوني الا بغينا نقول ولا بي بي دفعات بشكل كبير انه هاد المساله هادي تخرج هاد العام. هذا مثال، ولكن نقدر نعطيك امثله بزاف بينها هادشي اللي هضرتي عليه، استاذ اي حاجه اللي عندها علاقه بلا ليكيديفيكاسيون ديال لا دوني، يعني روندغ لا دوني ليكيد، هذه مساله حتى هي داخله في الى بغينا نقولوا ما كنبغيش نقول داك الكلمات الصعاب بحال الترسانه القانونيه، ولكن عندها علاقه بالاجراءات القانونيه اللي من بين الاشياء اللي طلبات او تقترحات، باش ما نقولوش هذا اللي تقترحات في اطار هاد الاجراءات القانونيه. دونك الاجراءات القانونيه فيها جوانب اللي كيف قلت عندها علاقه بالاطار العام القانوني، يعني مثال بحال دابا كاين قوانين دابا في الوقت الحالي اللي ربما ما كتخليش واحد المجموعه من القطاعات ما كتخليش المنافسه تكون مقبوله، فهمتني؟ فهذا جزء على بالي. شفنا الفينتك في المغرب من بين الاسباب، ربما من بين الاسباب الناس اللي كيقولوا ان الفينتك ما كبروش بزاف في المغرب، هو ان الاطار القانوني مقيد اخر، يعني في المجال ديال كما مجال لوجيستيك، كما مجال بانكير، فو با فوار بانك اون ني، بحال واحد العدد ديال المجالات. وي هذا المجال. فهاد الى بغينا نقولوا هاد لا سامبليفيكاسيون ديال القوانين باش يسمحوا بالمبادره، هذا جزء. ولكن المشكل ديال هاد الجانب القانوني باش نكون واضح، زعما هو جانب اللي غياخذ الوقت، خصنا نقتنعوا بان جزء منه غياخذ الوقت. علاش؟ لان المساله ما كتعلقش غير بالتكنولوجيا، كتعلق بمجالات اللي كبر، اللي فيها غنقولوا واحد المصالح اللي كبر، فصعيب باش غتغير كل شيء في دقه واحده. كاين جوانب اللي قدينا كيف قلنا اننا نساهموا فيهم، بحال الجانب ديال لا دوتاسيون بور لي ستارت اب، هي افونسات. الجانب ديال الاستثمار ديال الستارت اب في الخارج، ان لي ستارت اب يمكن لهم يخرجوا للخارج، يمكن لهم يجلبوا استثمارات، يمكن لهم يخرجوا او يستثمروا الفلوس في الخارج. هذه مساله اللي مزيانه. دونك كاين مسائل اللي سهله او ربما سهل اننا نحققوها، وكاين مسائل واحده اخرى اللي غتاخذ شويه الوقت، لان كتولي متعلقه بواحد الهيئه اللي كدير لا ريغولاسيون في واحد المجال بحال خديتي الصحه. كاين بزاف ديال الاشياء اللي فيها هيئات اللي كيقوموا بالتقنين وبهذا وسميتو. فانا ماشي كنقول بان كل شيء غيدار في هذا. هذه المساله فيها استراتيجيه، فيها واحد المجموعه من الاشياء اللي سهله، دي كويك وينز، نقدر نسميهم دي كويك وينز اللي يقدروا يديروا بشكل سريع. كاين المسائل اللي غتاخذ وقت اطول. شكرا بزاف سما، كنعتقد بلي ان حطنا تقريبا كل شيء. عندي واحد المعاتبة عليك السي، المهم انا نمشي عليك، ولكن على القائمين على موروكوتيك، وانني شفت تفرجت تقريبا واحد النسبة كبيرة من الحدث، تقريبا 60 ولا 70% على الحدث. و ما كانتش اللغة العربية ولا لا هادي هذاك اللي غنقولوا، قلت بلا ما نقول، ولكن المهم هذا سؤال حاجة ثانية ديال الدارجة. انا الدارجة ما كايناش، ولكن ماشي مشكل غنقولوا. قلت بلاص بما انها كاينه ترجمة لغة عربية وكاينه ترجمة انجليزية ماشي مشكل، ولكن اللي بنقول لك هو ان ما كانش شي طرف من المجتمع التقني المغربي حاضر داك ماشي فقط، ماشي حيت ماشي كي قلتي راه هي البدايه، ولكن حضور ديال شي حاجه شي مجتمع تقني كوميونيتي تك في الحادث كان غادي يعطي واحد الصوره للمبرمجين اللي هما واحد دور فعال ودور كبير عندهم دور كبير في هذه المبادره. واخا انا غنجاوبك على هذا السؤال ونجاوب على السؤال الاخر ديال سميتو. هو اللي خصنا نعرفه هو ان بالفعل كانت اكراهات، باش نكون واضحين. الاكراهات من بين الاسباب ديالها هو هذا المشكل ديال الجانب الصحي، لان ما يمكنلكش تجمع، يعني كانت حتى لوتوريزاسيون اللي تعطات، التصريح اللي تعطى، ما يمكنلكش تجمع اكثر من 50 الناس. دونك هذه خلقات بزاف الاشكالات، راه ماشي غير الجانب ديال الى بغينا نقول لي كوميونيتي، كاين مشكل بحال هذا ديال لي يونيفرسيتي، كاين بزاف ديال الناس بينهم دي زيكول سبيسياليزي اللي كيديروا واحد العمل جبار بحال 1337 بينهم. دونك هاد الناس هادو براسهم ومن حقهم، زعما انا كنتفهم هاد المساله هادي انه الانسان يقول علاش ما كنوش حاضرين، وكاين بزاف الناس واحد اخرين، كاين بحال دابا شركه اتصالات كاين اللي قال لك علاش حنا ما حاضرينش، شركات كاين شركات واحد اخرى في المجال. هو شوف هادشي بكل صراحه
انا ما انا ربما انا ماشي هو المسؤول باش من باش من ما انا لا مسؤولش على الاستدعاءات وعلاش كل اللي جا وكل اللي ما جاش، هذه اول حاجه. ولكن انا كنظن بانه خصنا نتقبلوا بان المساله كانت شويه صعيبه، خاصه في هذه الظروف هذه كانت شويه صعيبه. كان صعيب انه يتحضر كل شيء، بحال بقى كمثال في ليزونيفرسيتي كانت حاضره اليوم سي سبي، اليونيفرسيتي محمد السادس بوليتكنيك ديال بنكدر كانت حاضره، ولكن ما كانوش حاضرين جامعات او معاهد وطنيه ديال في المجال التكنولوجي. وهذه مساله اللي ما غاديش نقول بانه ما كانش حاضره باغ اكزومبل تريس فونتات اللي هي نموذج مبدع في المجال ديال كانت حاضره في الفيديو الاعلاني فقط، كانت حاضره في الفيديو الاعلاني بالفعل. ولكن الفكره اللي بغيت نقصد شنو هو، وان كل صراحه في الظروف اللي كانت وبالطريقه اللي هذا كان صعيب انه كل شيء يكون حاضر، فهمتني؟ كان مبتغى انه كل شيء يكون حاضر، غيكون وقع سهوا انه ربما دي كوميونيتي ما حضروش او دي يونيفرسيتي. قصدت سي زهير ماشي انهم كاع يحضروا، ولكن في لي بانيل اللي كانوا كان خصو يكون ان بانيل على الكوميونيتي ديال الديف ولا التيك عموما، بحال لي طالون بحال لو بول ديال انا متفق معك. انا غنفسر لك اللي وقع في لي بانيل. لي بانيل الفكره اللي كانت هو ان كل بارتنير من لي بارتنير اللي كانوا موجودين طلب منه انه يتكلف بان بانيل. يعني ما كانش الا بغينا نقولوا كان شي شويه ديال لا كورديناسيون، ولكن كانت الفكره هو انه بيسكو كانوا دي بارتنير اللي موجودين يعني حول الطاوله، من بينهم لا بي بي لوزيم لا دي دي تكنو بارك سميتو لام ديو اللي هي الوكاله ديال الصادرات والاستثمار. كل بانيل كان متكلف بهذا، فربما هذه المساله هذه كان يمكن عندها واحد شويه ديال الاثار من ناحيه ديال شكون اللي تستدعيه وشكون اللي ما تستدعيهش. فكان صعيب انك تكودين ان كل واحد كان يتكلف بالبانيل ديالو كيمشي يقلب على الناس اللي هما الاحسن او بالنسبه ليه الافضل في هذاك المجال. وربما لي تيماتيك افكتيمو ذاتهم ربما كان فيهم واحد النوع من شيء ما كانش يمكن انه جميع النقاط يتكوفراو. بحال دابا نعطيك مثال انا غير باش نفسر لك، كان من الضروره انه يتهضر على الجانب ديال المغاربه في الخارج. كنظن هذا البانيل اللي كان ضروري اننا نهضروا على الاستثمار في المجال التكنولوجي، كان ضروري اننا نهضروا على الكفاءات على لي طالون، مساله اللي ربما اساسيه وهي ربما الاساس. ما يمكنش تهضر على يمكن انه يتزادوا جوج او ثلاثه او هذا. ما نساوش بان حتى المدراء الا حطيو اولا بعدا كان احترام تام للوقت البرمجه 10 سوايع، وما كانش يعني لو بانيل كان مفترض انه يبدا مع جوجونس كان كيبدا مع جوجونس. ليفينمون كان خصو يبدا مع تسعود بدا مع تسعود، وكان احترام تام للوقت. فكان صعيب انه تبلاصي جميع النقاط. انا كيف قلت راه ما نساوش بانه هذا يعني حدث ديال الاطلاق، غاتبعوا ان شاء الله يعني اشياء اخرى. وقع في واحد الظروف اللي كيف قلت كانت فيها واحد المجموعه من الاقتراحات، ربما قد يكون نسيان فهو قد يكون سميتو. ولكن شوف خصنا نقول واحد القضيه ونتفاهموا عليها، هذا مروكوتيك راه ما ديال الوزاره، ما ديال وكاله ديال التحول الرقمي، ما هي ديال تحت ديال المجتمع المغربي عموما. خصنا نحاول ما امكن انه اللي قد انه يعطي راه الباب مفتوحه. وانا كيف قلت الا وقع نسيان ولا غلط نتجاوزوا على بعضياتنا ونحاولوا نزيدوا لقدام، لان كيف قلت هذه فقط بدايه. انا في نظري البدايه ما كانش يعني كانوا ضروري كانوا اغلاط وسهو ونسيان واشياء اخرى، ولكن بشكل عام البدايه كانت ايجابيه لانه لي زيكو او الاثار اللي عطات حتى على مستوى عالمي، لانه كاين بزاف الناس اللي يعني نشروا المعلومه في دول اوروبيه في الامريكان في هذا. فكان واحد الاثر اعلامي، كان ربما اكثر من مليون ساعه تفاعل في مختلف الشبكات الاجتماعيه. كان زعما انا في نظري كانت واحد الاثر الايجابي، رغم انه الحدث كان اونلاين ما كانش بيان سو بريزونسييل، رغم ان هذا. فهذه مساله ايجابيه غير كافيه خصنا نبنيو عليها. كيف قلت هذه فقط البدايه. هو انا باش نعطيكم مثال انه هذه واحد 6 شهور كان المفترض ان هذا ليفينمون ما يكونش ليفينمون ديال الا بغينا نقولوا لانش ديال لا مارك، ما يكونش في المغرب.
كان مفترض انه غيكون في سي او اس في لاس فيغاس اللي هو لو بلو غون ايفينمون في المجال ديال التكنولوجيا في العالم اللي هو الكمبيوتر كونسيومر الكترونيك شو اللي كيدار في لاس فيغاس. هذا غير ماشي بدوره كان قرار كان اقتراح انه يدار تما باعتبار انك كتجيب لي المستثمرين والشركات على المستوى العالمي باش تقول لهم اجيو للمغرب او سوتريتيو المشروعات ديالكم في المغرب الى اخره. دونك انا باش نقول لكم يعني ما راه كيوقعوا بيش وقعوا اكراهات ديال اقفال الحدود دونك وقعوا اكراهات واحده اخرى. مزيان انه كان انا في المغرب لانه وي علاش نقول لك مزيان من انه كان في المغرب حيت انطلاقه مزيان تكون في المغرب من بعد يقدر يكونوا احداث وحوايج اخرين في مختلف بقاع العالم، ولكن بما ان مروكو ديك فخص تكون انطلاقه في المغرب وكي قلتي راه حاليا هي البدايه خص يكون واحد العدد ديال القرارات ويكون واحد العدد ديال الامور اللي تكون اكزيكوتات بعدا وكاين واحد الحاجه اللي تبدلات في المواقع وكاينين الناس اللي بداو مشاريع ديالهم عاد نشوفوا ديك الساعه على برا فهمتي شنو نقول ديكو انت لا قامت تكون في المغرب والعمل يكون في المغرب ومن بعد نمشيو على برا. وي انا جبت هاد المثال غير باش نقول بانه يعني الافكار الى جينا كل واحد من المنطلق ديالو يعطي اقتراح لربما مختلف. النقد اساسي ومزيان اننا زعما يكون انتقاد ايجابي باش نافونسيو باش نهضر، لان في التالي الهدف ديالنا هو ان هادشي ينجح. في التالي الى نجحت هاد العلامه ونجح هاد لا فيجن هاد الرؤيه شنو في التالي اللي غيكون؟ اللي غيكون هو انه ان شاء الله في المستقبل غيولي المغرب وجهه تكنولوجيه مهمه، غيولي المغرب واحد المكان اللي كيكون فيه ابداع اللي كاين فيه شركات ناشئه اللي قويه. غدا غيكونوا دي ليكورن او دي يونيكورن ماروكان، غتكون الى بغينا نقولوا استثمار في الشركات اللي موجوده في المغرب، الشركات الناشئه غيجيو ناس من برا غيستثمروا في الشركات في المغرب. غيكون سميتو شركات كبار اللي غيجيو غيحطوا الى بغينا نقولوا كيف قلنا مراكز ابحاث ولا مراكز تكنولوجيا هنا في المغرب. هادشي كامل في التالي غيضيف يعطي قيمه مضافه للمغرب. كيف في المجال ديال السيارات باش نذكروا، المغرب ما كانش معروف حتى 2010 2011 ما معروفش في المجال ديال السيارات. واش عاد كان ليزون ديال طنجة وديال القنيطرة واش في نفس السياق واش كاينه الرغبه يكونوا بعد لي بول تكنولوجيك في المغرب، يعني مناطق تكنولوجيا في المغرب بحال دبي، يعني شي بلاصه في المغرب مرشحه انها تكون بحال هكا؟ هو شوف هو كاين، انا باش نعاود ناكد، اولا كاين واحد الاستراتيجيه اللي كلونسات هادشي علاش تكنو بارك هما جزء من سميتو، كان استراتيجيه الكلونسات ديال انه يوليو بعدا دي تكنو بارك في المغرب كامل. هذه مساله اولى. المساله الثانيه هو كاين واحد الجانب في الا بغينا نقول في هذا التوجه او في هذا لا فيجن اللي عنده علاقه بليزون باكسيليراسيون ديجيتال او المناطق ديال التسريع الرقمي. دونك هاد لي زون يقد يكونوا فيهم هاد الجانب هذا او غيجاوبوا على هاد الجانب. الفكره بشكل عام هو ثلاثه ديال الحاجات باش يمكن لك تخلق واحد المنطقه رقميه بحال الشكل اللي دار دبي او دارت سيليكون فالي او داروا في مناطق اخرى. خص ثلاثه ديال الحاجات، خص يكون مناخ مزيان، مناخ ديال انشاء المقاوله والاستثمار اللي هذه المساله هذه غتاخذ شويه الوقت في المغرب، لان دبي منطقه حره دونك عندك بزاف ديال لي زينسيتيف للاستثمار الى اخره. كاين الجانب الثاني هو ان يكون عندك كفاءات، عندك دي طالون، عندك واحد الهوب كبير ديال لي طالون اللي كتخرج اللي كل عام كتخرجوهم اللي كيعطيو، وماشي بالدوره غير انت اللي كتخرجهم، تقدر تجيبهم يعني تكون كبلد بحال كيف داروا بعض الدول. دابا بحال دبي جبتي مزيان انك جبتي هذا المثال، دبي عطات دابا لونسات دي فيزا جولد pour les talents pour les codeurs، يعني اي كودور يقدر يدفع واحد لو سيت وقد يكون عنده. دونك هادو جوانب اللي ربما حتى هما كان كاين اجراءات اللي ربما غتكون في هذا الجانب باش ان يكون عندنا. دونك كيف قلنا المناخ العام ديال الاستثمار، المناخ العام ديال انشاء المقاوله، انشاء المقاوله وديال هذا. دونك داخله فيها المسائل اللي عندها علاقه بالقوانين، داخله فيها المسائل اللي عندها علاقه بلا فيسكاليتي، يعني بس اللي معناها كالضرائب الى اخره. الجانب الثاني هو لي طالون، يعني يكون عندك واحد لو بول كبير ديال لي طالون. وثالث حاجه هو يكون عندك لي زيكوسيستيم، لي زيكوسيستيم يعني يكون عندك واحد المسائل اللي غيتشكلوا اللي غيكون
هي عندها علاقه يعني بين لي زونيفرسيتي والشركات او عندها علاقه بواحد المجالات معينه. بحال دابا قد تقولوا بان المغرب عنده واحد ربما قد يكون عنده سبق في المجال ديال لاغريتيك مثلا او في المجال ديال الهيلتيك، وهنا قد تخلق دي زيكو سيستيم اوتور ديال سميتو. هاد لي زيكو سيستيم غيكون فيه العرض وغيكون فيه الطلب وغيكون فيه البحث التكنولوجي وغيكون فيه خلق القيمه الى اخره، وهذا الشيء غتحطو مع امكانيات استثماريه او يعني تمويلات اللي غيسمحوا ان هذاك ليكو سيستيم غيتطور وغيكبر يكبر حتى يتولي. وهذا الشيء بين قوسين هذه من الاشياء اللي دارتها في المجال ديال الاوتوموبيل. الا شتي السيارات بداو بهذه الجوانب اللي هضرنا عليها، دونك داروا مناخ محدد دونك تعطات دي زافونتاج فيسكو امبورطون ودارت واحد بحال بغينا نقولوا دي زون اندستريال اللي عندهم واحد الصفه خاصه وعندهم واحد الامتيازات الضريبيه امتيازات جبائيه امتيازات قانونيه خاصه. داروا دي سونتر دو فورماسيون او دي يعني واحد الجامعه، ماشي جامعات ولكن الشكل ديال دي سونتر تكنيك ديال لا فورماسيون. ومن بعد بداو يتكرياو لي زيكوسيستيم اندستريال، دونك هادشي اللي ولاو كيتهضروا على الطوموبيل، ها ليكوسيستيم ديال الكابلاج، ها ليكوسيستيم ديال هذا الى اخره، باش كتشجع انه تكون واحد الخلق ديال القيمه، وحتى انك تطلع على برودكتيفيتي اللي غيكون كتخدم فواحد ليكوسيستيم كيولي عندك بزاف ديال لي طالون في هذاك ليكوسيستيم، وكتولي واحد التناقح لان شركه كتبدا وواحد اخرى كتهدا، وكيكون واحد التعاون اللي كيخلق واحد القيمه اللي كبيره، لان ما يمكنش نبقاو شويه غير واحد كل واحد في قنتو غتقول بان هذوك الناس راه داك التواصل وداك التناقح اللي كيكون هو اللي كيجعل بانك كتولي عندك اون سبيسياليتي. بحال كيوقع كمثال، باش نعطي مثال، بحال كيوقع في المونيتيك في المغرب، تكريا واحد المده ديال 5 سنين حتى 6 سنين ان ايكوسيستيم كان بدا في الاول ب اس 2 ام، مورا بدات اش بي اس، مورا جات ام 2 ام، ورابيدمون ولا عندنا واحد المجموعه من لي زاكتور اللي سبيسياليزي، وهما ولاو كيعاونوا في الجانب ديال التكوين، ولاو هذا مشاو للخارج بشكل او باخر، واحد بدا كيجر الاخرين معهم، لان غير كتولي معروف في المغرب انه كيصوب انظمه ديال الابراك، غتجي الشركه الاولى وغتجي الشركه الثانيه وهي ماشيه. فعرفتش واش فهمتي القصد ديالي سي سفيان؟ وي فهمت القصد ديالك. شكرا بزاف سي زهير. انا صراحه كانت عندي كنت كنتسنى شي حاجه بحال هكا تكون، وفرحت ملي شفتها نهار تلونسات، ملي شفت لي بين مو تلونسات ديال مروكوتيك. وهذه دعوه لكاع المستمعين ديالنا انهم يادوبتيو الفكره ويحاولوا يبارطاجيو، يحاولوا يعطيو الاقتراحات ديالهم، يحاولوا يكونوا جزء مشاركين. وطلبي منكم نقول الناس اللي يخدموا على مروكوتيك ان يبقى البيبان مفتوحه، وحاولوا انكم تسمعوا لاكبر عدد ديال الناس وتكومونيكو وتاخذوا من اكبر عدد ديال الناس في المجتمع التقني والمقاولة في المغرب. شوف ان شاء الله سي سفيان الابواب انا كيقول لك غتفتح هذه المساله، هذه مساله اللي غدير ان شاء الله في الاسابيع والاشهر القادمه. المساله الاخرى اللي بغيت نجاوب عليها لان كانت جبدت هذه النقطه ديال اللغه العربيه، شوف هو كانوا مجموعه من التدخلات اللي جزء منها كان بالعربيه، باش نكون واضحين، بينها التدخلات الاوليه اللي كانت في الاول او الرسميه. الجانب الثاني هو انه ليفينمون مادام موجه جزء كبير منه انه نبينوا للعالم بانه راه كاين شي حاجه اللي واقعه في المغرب، وكاين ان شونجمون، كاين واحد لا فيجن او رؤيه معينه، وكاين كاين الناس اللي تجمعوا حول هذه الرؤيه. فكان من الضروري اننا نحاولوا نهضروا مع الناس بلغه اللي غتسهل. بيان سور كاين جانب الترجمه، ولكن كاين حتى الصوره اللي كنعطيو ديال انه عندنا القدره اننا نتواصلوا في المغرب، حيت بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يستثمروا في المغرب، وهذه بين المشاكل اللي وقع لنا. بين علاش الناس ما كيبغيوش يستثمروا او جزء الناس ما كيستثمروا في المغرب؟ شنو كيقول لك سيدي المغرب غنمشي غنحل مع الناس ما كيهضروش اللونغلي ما كي هذا. دونك هذا الجانب ديال اننا كنعرفوا غير الفرنسي خلق مشكل، فاننا نعطيو صوره للعالم بحال كيف في الهند ولا بحال كيف في مصر انه عندنا مسؤولين لا على المستوى ديال الدوله لا في القطاع الخاص اللي قادرين انهم يهضروا اللغه الانجليزيه بشكل عادي، وقادرين انهم يتواصلوا انهم يخدموا مع شركات اللي موجوده في دول انجلو ساكسونيه في الانجليز او في كندا او في الامريكان او في استراليا او في المكسيك. هذه مساله اللي غتغير شويه ديال النظره ديال الناس، وغتفتح واحد شويه الابواب، لان في التالي الهدف شنو هو ان كيف قلنا يولي المغرب في الرادار. يعني شركه صغيره في المغرب واحد النهار
يقد يتصلوا بها شركة في المكسيك تقول لها الله يخليكم احنا كنقلبوا على الناس اللي باغين يبرمجوا لنا واحد المنتوج، وسمعنا بان المغرب فيه بزاف الحاجات كدار، ما كرهناش تخدموا معنا، واش تقدروا تعطيونا اينوف؟ هذا هو الهدف، هو يولي المغرب موجود في الرادارات. وكانت استعمال اللغة الإنجليزية الهدف ديالها هو اننا نقولوا للناس احنا كبلد المغرب راه متشبت بالهوية ديالو وبالتقاليد ديالو وبالمبادئ ديالو، ولكن منفتح على العالم. وأول انفتاح هو الانفتاح اللغوي، يعني ماشي غير كنهضروا غير بالفرنسي وهذا كيجعل أننا كنبقاو حكر بين قوسين على أننا نخدموا مع الدول الفرنكوفونية، ولكن قادر أننا نهضروا اللغة لغات إلى ما نقولوا لغات لي زافير او لغات البيزنس في المستوى العالمي، وهي لغات لي ستارت اب. دابا في الوقت الحالي كتسمع جميع الكلمات اللي عندها علاقه بلي ستارت اب وعندها علاقه بالتمويل والاستثمار راه كاملين كتلقاهم انجليزيه. وكمبرمج ولا عضو في المجتمع التقني المغربي مبرمجين راه كاينه الدارجه والانجلي، الدارجه والانجلي مابقيناش كاع مابقيناش كنشوفوا الفرنسي. هذه مساله حتى هي مهمه، لان في المغرب كاينين الناس اللي واعرين، وهذا راه ميساج حتى بالنسبه للناس في المغرب، كاين الناس اللي واعرين ما عندوش مع الفرنسي، عنده قدره كبيره في لونغلي وكيهضر بالدارجه، راه هادو هما لي طالون ديال غدا، وهادو هما اللي خص الكفاءات اللي خصنا نحاولوا ما يمكن نفتحوا عليهم. ما يبقاوش الشركات في المغرب يفكروا دائما غير عرفتي شنو كيجي كيدير السيد لونتروتيان كيقول له كيشوف ما كيجاوبش على جوج الكلمات ثلاث الكلمات، ولا كيدير غلط في الفرنسي كيقول لك لا انا السيد ما عندوش القدره على التواصل. لا اسمح لي، الا لقيتي طالون اللي مزيان وعنده كفاءه في الديفلوبمون، واعر في سميتو وكيميتريز لونغلي، بالنسبه لي احسن بزاف 100 مره من انه يكون كيميتريز الفرنسي، لان الا بغى يتعلم ويتطور ويتحسن راه لونغلي هو اللي كاين، لونغلي هو الوسيله. شكرا بزاف سي زهير، الحلقه كانت ممتعه بزاف، شكرا بزاف على الايضاحات. و لو فهمنا دابا مروكوتيك شنو هي مبادره، هي انطلاقه، ان شاء الله نتمنى نشوفوا حوايج اخرين جايين قريب، نتمنى نشوفوا كل شيء مشارك في هذه المبادره، ونتمنى ان فريمون تنجح ونشوفوا مروكو مستقبل المغرب، مستقبل مغرب تقني وعنده جذب لكل الاستثمارات العالميه، وايضا عنده جيب خدوي اللي داروا هنا في المغرب ولا يخرجوا للعالمين العالميه. لا انا غنقول كلمه وحده الا خليتي السي زوير. اي كلمه اخيره السي زوير، اش نقول لك كلمه اخيره مقوله. شوف انا غنقول لك جوج الحاجات، المساله الاولى هو غنقول واحد الكلمه قلتها في هذاك ليفينمون، هي انه خصنا وي نيد تو فورغيت اباوت ذا ايجو سيستم، الانانيات، لانه شوف اللي خارج علينا في هذه البلاد، وان كل واحد كيفكر في راسه وفي الهيئه ديالو في هذا، خصنا نحاولوا ما يمكن نخدموا مجموعين، كل واحد يحاول يقول بانه احنا كاملين في خدمه ديال واحد الى بغينا نقول الهدف سامي، هدف اللي هذا هو ان المغرب يولي بلد تكنولوجي واللي قادر على انه يسميتو. دونك وي فورغيت اباوت ذا ايكو سيستم اند وي نيد تو كونسنتريت اون ذا ايكو سيستم، وي نيد تو كرييت ان ايكو سيستم. وان ايكو سيستم هما واحد المجموعه من الهيئات ومن الناس اللي كيتواصلوا بشكل كبير داخل هذاك الايكو سيستم، يعني خص يكون واحد التواصل، واحد لاكولابوراسيون، واحد لا كونفيونس اللي كتكون داخل هذاك ليكوسيستم، حيت الثقه اساسيه والتعاون اساسي. دونك هذه المساله الاولى اللي بغيت ناكد عليها. والمساله الثانيه هو ان هذه مساله كنقولها ولكن زعما ما كان دائما كناكد عليها، هو ان في هذا العالم اللي الا بغينا نقولوا مليء بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي هو الاساس ديال المستقبل ديال العالم، خصنا نحاولوا ما امكننا نديروا الوجود ديالنا كاملين الا بغينا نوصلوا لهذا الهدف، انه نكونوا اكثر ذكاء اقل اصطناعا واعمق انسانيه. profondément plus intelligent extrêmement plus intelligent beaucoup moins artificiel ou profondément plus humain. هذا هو الميساج ديالي، لان هذا هو بالنسبه لي الاساس ديال هادشي كامل اللي كنهضروا عليه. ما نلقاو احسن حاجه من هذه المقوله نختموا بها اللي قلتي يا سي زهير. شكرا بزاف على الحضور ديالك معنا، ونتشوفوا ان شاء الله في حلقه قادمه، هذا الشيء ضروري. واكيد مستمعينا الكرام الى اللقاء في حلقه قادمه.
Party people.